يعني مانع عام من أكلها. لا يجوز أن تؤكل ذبيحة إذا ذبحها كافر، ولا إذا أهل بها لغير الله. يستثنى من الكافر الكتابي، إذا ذبح كتابه وذكر اسم الله ذبحا شرعيا تؤكل، لكن إذا ذبح غير الكتابي فلا تؤكل ولو قال بسم الله. ولو ذبح مسلم ولم يذكر اسم الله عليه أيضا لا تؤكل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا اشترط في الذبيحة ماذا؟ أن يذكر اسم الله عليها، وأن تذبح بطريقة شرعية، وأن يذكر اسم الله عليها. قلنا يذكر اسم الله عليها طبعا شرعية، إيه، وأن يكون الذابح مسلم أو كتابي، هذه ثلاث شروط. ثم يمكن أن تؤكل إذا كانت صيدا، إذا كان صيدا والصائد مسلم أو كتابي وذكر اسم الله عليه فيجوز أكله. نعم.